يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ملازمة طالب العلم لشيخ واحد وذلك بسبب أسلوبه في التعليم وتيسيره في الألفاظ؟ طيب، إذا كان هذا العالم عنده معلومات أو عنده علم غزير ومتفنن في العلوم فلا بأس أن تقتصر عليه، أما إذا كان أنه متخصص في فن واحد أو فنين نعم ادرس عليه وادرس على الآخرين في تخصصاتهم الأخرى. نعم، لكن ما نظن أنه عالم يحوز كل التخصصات، لا بد يكون أنه يكون عنده بعض التخصصات ويكون عند الآخرين التخصصات الأخرى. نعم.